سيدنا السلام عليكم، عواشركم بركة ورمضان مبارك سعيد. نتمنوا أن يدخل عليكم الصحة والسلامة. كنتمناكم أنكم تكونوا كتستافدوا معنا خلال هذه الحلقات على قناة أنفاس. الرياضة خلال شهر رمضان هي شيء إيجابي بالنسبة لأي واحد كيبغي يدير الرياضة ديالو في شهر رمضان، هذا شيء مزيان، ولكن ما كنتمناو أنه يكون طيلة السنة. خلال شهر رمضان كاينين بزاف ديال الناس اللي كيكون عندهم أمراض مختلفة. كنتمناو أن الناس اللي غادي يبغيو يديروا الرياضة خلال هذا الشهر هذا أنهم ياخذوا واحد الاستشارة طبية، لا سيما الناس اللي عندهم بعض الأمراض ولا الأمراض المزمنة. بالنسبة للناس بزاف اللي كيسولوا على الأوقات اللي يمكن لهم يديروا فيها الرياضة، هي واحد ساعتين ونص قبل الفطور ولا ثلاثة السوايع من بعد الفطور. قبل الفطور بساعتين ولا ساعتين ونص، هذه الفترة هذه هي الفترة اللي كنقربوا منها من الأذان ديال صلاة المغرب. دونك هذه حاجه مزيانه بالنسبه للناس اللي كيكونش عندهم الوقت ولا كيبغيو يترينيو مور الفطور، انهم تكون واحد ثلاثه الساعات بعد ما كيكون الجسم ديالنا قدر انه يهضم الوجبه ديال الافطار. بالنسبه للناس اللي كيبغيو يديروا الرياضه، كنتمنوا انكم ما تكونوش كديروا الرياضه في الاماكن الخاليه من الناس، لا سيما كنعرفوا ان بعض الناس كيقدروا انهم يطلعوا في المستوى ديال التمارين الرياضيه ديالهم ويقدروا لا قدر الله يوقعوا لهم بعض المضاعفات التمارين الرياضيه، وهنا ما يكون حتى شي واحد كيشوفهم ويقدروا ان باش يدير لهم الاسعافات الاوليه ديالهم. بالنسبه للناس اللي كيبغيو يطيحوا الوزن ديالهم، فكنحاولوا انهم يخليوا هذه الفكره هذه حتى لمور رمضان، ويحاولوا انهم يحافظوا على الكتله العضليه ديالهم، ويحاولوا انه انقاص الوزن يكون تدريجيا، مأكولات تكون صحيه، تمارين رياضيه تكون على قد الصحه ديالك، وهنا غادي يكون الجسم ديالك كيأدي الوظائف ديالو بشكل جيد. واخر نصيحه ديالنا، كنحاولوا اننا نقولوا للناس اللي بغاو يديروا الرياضه خلال شهر رمضان، راه برافو عليكم انكم بديتوها في هذا الشهر، ولكن ما توقفوهاش، خليو ان الرياضه تبقى طول السنه باش ما تعاودوش ترجعوا لنفس تكرروا نفس العمليه. كل شهر رمضان تبداو فيه الرياضه، اللي كيسالي رمضان كتحبسوا. حاول اننا نقللوا من المجهود البدني خلال شهر رمضان. بعد شهر رمضان غتلقى ان النسبه ديال الجسم ديالك ان تحسنات، الجسم ديالك ولا كيأدي الوظائف ديالو الرياضيه بشكل جيد، وهكذا غتلقى راسك بانك بديتي تتحصل على بنيه جسمانيه جيده اللي تكون راضي عليها نتايا.